موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال ابن جرير رحمه الله: بعد أن ذكر الخلافة في المقصود في معنى قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وذكر القول الأول أنه نهى عن ذبائح كانت في الجاهلية على الأوثان، والثاني أنها الميتة، والثالث بل عني بذلك كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله عنا بذلك ما ذبح للأصنام والآلهة وما مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحته. وأما من قال عنا بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله عليه فقول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الحجة مجمعة من تحليله. هذا الإجماع المنقول هنا ليس صحيحا، بل لا يزال الخلاف فيه مذكور عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. ومنقول عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورواية فيها التفريق بين ما نسي ذبحه من الصيد والذبائح، فلا يحل الصيد وتحل الذبيحة. فهذا ليس إجماعا. يقول: وكفى بذلك شاهدا على فساده، وقد بينا فساده من جهة القياس في كتابنا المسمى لطيف القول في أحكام شرائع الدين، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع، مع أنه لم يتعرض لمتروك التسمية عمدا في هذا الموضع، فإن ذلك يمنعه جمهور العلماء، وأجازه الشافعي فيما يظهر أنه يقصد ذلك، لأن الجمهور احتجوا بهذه الآية على منع ما ترك ذكر اسم الله عليه عامدا، من ذبح هذا الصيد أو الذبيحة عامدا في الترك، فهذا عند الجمهور يمنع من أكله. وأما إذا تركه ناسيا أو قال ذلك فإن ذلك يحل، لأن المنع من الأكل عند ذلك كما ذكرنا ضرب من العقوبة، وقد وضع على الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فكما ذكرنا أن قد ذكر الله سبحانه وتعالى تحريم ما أهل به لغير الله، وهو
صنف من أصناف ما لم يذكر اسم الله عليه، لأنه ذكر عليه غير اسم الله. وإن كان طائفة من العلماء قد أباحت ما ذبحه أهل الكتاب وسموا عليه غير اسم الله، وقالوا قد علم الله أنهم يفعلون ذلك وأحل لنا ذبائحهم، فكل وإن قال باسم جرجس أو باسم المسيح أو غيره. وهذا قول ضعيف جدا بل باطل، لأن قوله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لم يحل لنا الخنزير والخمر وأنواع الميتات، وقد علم الله أنهم يستحلون ذلك، فهل قلنا في ذلك هذا الكلام؟ بالإجماع قلنا لا يحل الخنزير ولا الميتة وإن استحلها أهل الكتاب أو بعض أهل الكتاب، وإنما المقصود وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي الذي أحله الله لنا، الذي أحله الله لهم، بمعنى أن الحلال الذي أحله الله لهم وليس ما اخترعوه من الباطل هو الذي أحله الله لنا، ولم يشرع الله عز وجل لأمة من الأمم أن لا يذكروا اسم الله على الذبيحة فضلا عن أن يذكروا غير اسمه عز وجل. قال عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهذا تشريع مستمر في التوراة والقرآن، والإنجيل لم يأتي بنسخ ذلك، ولحم الخنزير محرم في التوراة والقرآن ولم يأتي الإنجيل بنسخ ذلك، وإنما نسخه الأحبار والرهبان بالباطل في مجامعهم التي أرادوا بها اختبار من تنصر من اليهود، فلا عبرة بذلك. نقول القسم الأول الذي دخل في عموم قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ما أهل به لغير الله، وكذلك في هذا ما ذبحه ذابحه تقربا لغير الله بنيته وأفصح لنا عن ذلك. فلو قال أنا ذبحته للمسيح أو قال ذبحته للبدوي أو ذبحته للحسين يريد أن يتقرب بذلك إليه ويريد أن يقضي له حاجته كما يزعمون، فإن هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، هذا يشمل ما أهل به أي ما سمي عليه غير اسم الله ورفع الصوت بذلك، أو ما قصده ذابحه لذلك وقال لنا هذا أنه ذبحه للولي أو النبي أو الجن قاصدا ذلك، حتى ولو سمى الله لكنه قصد التقرب إلى الجن أو إلى المقبورين، فإن ذلك مما أهل به لغير الله ومما لم يذكر اسم الله عليه. والميتة داخلة في عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ومتروك التسمية عمدا هو مما لم يذكر اسم الله عليه، فلذلك الصحيح دخول كل هذه الأنواع في هذا الباب. وأما متروك التسمية نسيانا فإن الراجح فيه قول جمهور العلماء أنه يحل. قال ابن جرير
وأما قوله وإنه لفسق فإنه يعني وإن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهل به لغير الله لفسق. اختلف أهل التأويل في معنى الفسق في هذا الموضع، فقال بعضهم معناه المعصية، فتأويل الكلام على هذا وإن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لمعصية لله وإثم. عن ابن عباس قوله وإنه لفسق، قال الفسق المعصية. وقال آخرون معنى ذلك الكفر. الكفر هنا إن قال قائله بأنه كفر أكبر على ظاهر الكلام فلا بد أن يقول وإنه لفسق، أي ذكر غير اسم الله وليس مجرد الأكل، أو يكون قصد استباحته، وإلا فلا وجه لهذا القول. يعني بنقول حاجة من اتنين، يا إما هو يقصد بالكفر ذكر غير اسم الله، أن لا يذكر اسم الله أو يذكر غير اسمه، لأن برضو المقصود به أن يذكر غير اسم الله عز وجل، وإلا فلو ترك عمدا التسمية فإنها لا تحل ولكن لا يكون كفرا. وأما من استحل الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من غير تأويل كما يستحل الكفار الميتة فهذا بالفعل كفر. وظاهر الآية القول الأول المنقول عن ابن عباس أنه معصية وإثم، وأن وإنه الهاء في إنه أي الأكل، لأنه المذكور في الآية الكريمة، ولم يقل لا تسموا غير اسم الله أو لا تتركوا ذكر اسم الله وإنه لفسق. ثم نقول الظاهر في كلمة الفسق إذا ذكرت في الكتاب والسنة أنها المعصية الكبيرة وليس الكفر، ما لم يدل دليل على أن المقصود به بالفسق الفسق الأكبر، مثل قوله عز وجل إن المنافقين هم الفاسقون، وقوله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهذا فسق أكبر بلا نزاع. لكن هل هذا هو الأغلب؟ الأغلب إذا استعمل لفظ الكفر في الكتاب والسنة أنه الكفر الأكبر حتى يدل عليه دليل أنه الأصغر، والأكثر استعمالا في الفسق أنه الفسق الأصغر ما لم يدل دليل على أنه الأكبر. بنقول الكلام ده منين؟ اشمعنى قلنا في الفسق كده وفي الكفر خلاف ذلك، إن الأصل في الكفر إنه الأكبر والأصل في الفسق إنه الأصغر؟ كثرة الاستعمال في الكتاب والسنة لمعنى الفسق أنه كثيرا ما يستعمل بمعنى المعصية، مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قال فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم، قال عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالفسق هنا باتفاق العلماء ليس فسقا أكبر
كثرة الاستعمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في سوق فسوق وقتاله كفر، وإن كان هنا كفر أصغر أيضا للأدلة من قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به وغير ذلك، لقول الله إنما المؤمنون إخوة. الغرض أن الأصل في الفسق أنه من كثرة الاستعمال استدللنا على أن هذا هو الأغلب. قال: وأما قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فقد ذكرنا اختلاف المختلفين، في المعني بقوله وإن الشياطين ليوحون، إن هم شياطين الإنس أم شياطين الجن أو الاثنين على ظاهر الآية، إن هي ظاهرها هي العموم، فكل من يأمر غيره بالمجادلة في حل الميتة وما أهل له وما أهل به لغير الله فهو داخل في العموم، عموم كلمة الشياطين. قال: وأما إيحاؤهم إلى أوليائهم فهو إشارتهم إلى ما أشاروا لهم إليه إما بقول وإما برسالة وإما بكتاب. وقد بينا معنى الوحي فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته. وذكر ذلك في سورة البقرة. قال: وأما الأولياء فهم النصراء والظهراء في هذا الموضع، ويعني بقوله ليجادلوكم ليخاصموكم بالمعنى الذي ذكرت قبل. وأما قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فإنه يعني وإن أطعتموهم في أكل الميتة وما حرم عليكم ربكم، أي ابن عباس وإن أطعتموهم في أكل ما نهيتكم عنه عن السدي، وإن أطعتموهم فأكلتم الميتة. وأما قوله إنكم لمشركون يعني إنكم إذن مثلهم إذا كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا، فإذا أنتم أكلتموها كذلك فقد صرتم مثلهم مشركين. يبقى واضح أن وإن أطعتموهم في تحليل الميتة وليس في الأكل، فإنه معلوم أن من أكل الميتة غير مستحل لها، ولكن يقول وماذا أصنع وأنا في بلد غريب وهم لا يذبحون وكلهم وثنيون ملحدون وأنا أحتاج إلى اللحم فأكل مع أنه ليس مضطرا، هذا ليس مثل من استحلها حتى وإن لم يأكل. لو قال وماذا في الميتة أن تؤكل، والميتة فيها مصالح اقتصادية كيف نهمل هذه الأموال ونتركها مثلا، أو يقبل قول المشركين أتقتلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله بيده، الغرض إن أطعتموهم في تحليل الميتة وفي تحليل ما حرم الله. وابن جرير رجع إلى القول بذلك حين قال إن أكلتموها استحلالا، إذا كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا فإذا أنتم أكلتموها كذلك فقد صرتم مثلهم مشركين. وهذا من أقوى الأدلة على اعتبار قضية التشريع من أمر التوحيد، ولعل يأتي بيان إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.